الراديو 90-90 هواها مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد السلام. رديت؟ أيوة. أمارة الحاج رمضان الموسم الخامس ترحب بكم. شقتنا النهاردة شقة 14. قربنا ينتصف الشهر الكريم. عادي ماشي، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم بارك لنا في الشهر الكريم. يلا كله يكتب دلوقتي اللهم بارك لنا في رمضان على البوست بتاعنا على فيسبوك حالا، صفحتنا هي راديو 90-90، أو يختار الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 14 ويكتب حالا. الجميلة شقة أستاذ اسكندر. أستاذ اسكندر كان أول واحد يسكن في عمارة الحاج رمضان، وزي ما بيقولوا عليه كده عمدة العمارة. هو اللي ماسك اتحاد السكان في العمارة وبياخد باله دايما من الصيانة، النظافة، السطوح والأسانسير والجنينة اللي قدام العمارة وكل حاجة ليها علاقة بحلاوة العمارة من قريب أو من بعيد. أستاذ اسكندر حكالي إن هو وعيلته متعودين كل سنة في الشهر الكريم ينزلوا يشاركوا في تجهيز مائدة الرحمن اللي بتتعمل أول الشارع اللي هناك دي. شايفينها؟ أهي. آه هي دي. بينزلوا من قبل العصر تقريبا ويفرشوا الترابيزات ويحطوا الكراسي ويرصوا الاطباق والكوبايات. اما مدام فيفيان مراته فبتساعد في تحضير الوجبات وتقسيمها، وقالت انه في ايام كتير بيقعد هو والعيله على نفس مائده الرحمن بعد ما يخلصوا ويطمنوا ان كله قاعد وبياكل وياكلوا. استاذ اسكندر قال لي يا احلى ويا محلى اكلنا مع الناس اللي بتفطر في الشهر الكريم. اصل دي مصر، اصل هو ده رمضان في مصر اللي مش هتلاقي حلاوه ولا جمال غير زيه. نعمة 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 كبيرة، نعمة رمضان في مصر دي. قال لي أنا اتعلمت الحاجات دي من الخدمة في الكنيسة، وشعاري في الحياة إن المحبة لا بتعرف جنس ولا دين ولا لون ولا سن، المحبة لازم تغرق بيها كل الناس، ودورنا في الأرض إن احنا ننشر المحبة دي. كان نفسي أخده بالحضن بس أنا بطلت بقى السلامات والبوس والحاجات دي مؤخرا، وسلمت عليه من بعيد لبعيد كده وقلت له أسيبك بقى أستاذ اسكندر ترتب مائدة الرحمن ومشيت. بعد ما مشيت وسبت الشقة وأنا في طريقي دلوقتي خلاص علشان نروح، بقلب كده وبدور لقيت حاجة حلوة. كلنا عندنا في البيوت أطفال، وناس كتير بتعود ولادها على الصيام ويشجعوهم عليه. لازم 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 نعود ولادنا زي ما بنهتم بالفطار إن هم لازم يتعودوا على السحور، ولازم وجبة السحور تحتوي على كل العناصر الغذائية اللي بتساعدهم على الصيام طول اليوم بصحة من غير ما يحسوا بالتعب أو الضعف. الكلام ده ليك يا ماما، لازم تخلي ولادك ياكلوا على السحور حاجات غنية بالألياف، فول، حبوب كاملة، مثلا تحطي معلقة شوفان على الزبادي. هيقولك لا أو مش لا، قولي له معلش كل دي وبعد كده كل اللي انت عاوزه. الخضار طازة مش مطبوخ، دلوقتي أنا بتكلم في السحور. الفاكهة، المكسرات، ده ما بيخليهمش يحسوا بالجوع. مهم كمان إن ولادك ياكلوا تمر على السحور زي ما احنا بناكل وبنفطر بيه، لا عوديهم كمان ان يكون في تمر يتاكل على السحور علشان يحافظ على نسبة السكر في الدم عندهم وهم صايمين، وما يدخوش وما يصدعوش ويحبوا الصيام كمان. يا كل ام بتسمعني، على السحور كمان خليهم ياكلوا حاجات غنية بالبوتاسيوم اللي بتقلل الشعور بالعطش، موز، مشمش طازة او مجفف على فكرة، والتمر زي ما كنا لسه بنتكلم من شوية، وكوباية الزبادي او علبة الزبادي مهمة جدا جدا. خلي ولادك يشربوا سوائل كتير في الفترة ما بين الفطار والسحور علشان تحافظي على نسبة الماء في جسمهم، وكمان انتي كمان وجوز حضرتك العيلة كلها يعني لازم تعملوا كده زي الأطفال. السكريات مش الاعتماد على الحلويات بس، الفاكهة الطازة لازم ولادك تكون قاسم مشترك في وجباتهم، وما ترديش عليا تقوليلي ما بيحبوش الفاكهة. اتصرفي، اعملي فروت سلاد، اعملي أي حاجة، اتشقلبي، بس لازم الفاكهة الطازة تكون وجبة رئيسية موجودة بعد الفطار أو بين الفطار والسحور، وعلى السحور لازم لازم لازم. طيب واجبنا النهاردة إيه يا جدعان يا أحلى سكان سكان عمارة الحاج رمضان؟ واجبنا هيكون واجب عملي وواجب نظري. الواجب النظري الدعاء اللي بنقوله كل يوم. النهاردة الدعاء بتاعنا هيكون اللهم اجعل شهر رمضان تكفيرا لنا عن كل الذنوب والآثام. اللهم اجعل شهر رمضان تكفيرا لنا عن كل الذنوب والآثام. طيب يب 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 يب. الواجب العملي افتح دولابك. ايوة انا بحب الواجب ده جدا، معانا بقاله سنين. افتح الدولاب، اختار حاجة بتحبها، لبس عندك، تي شيرت، قميص، بلوزة عندك، وقرر انك هتطبق الآية الكريمة اللي بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وخرجها لوجه الله. صدقني هيرجع لك أضعاف أضعاف ده سعادة.
ورزق. اختار حاجة انت بتحبها، مش حاجة قديمة، مش حاجة متهالكة، وعلم ولادك وبناتك يعملوا كده هما كمان. يلا لما سيبكوا دلوقتي كله يجري على الدولاب ويختار حاجة من الحاجات اللي بيحبها ويخرجها صدقة لله. أما عن سؤال أمارة الحاج رمضان وشقتنا الجديدة، سؤالنا النهاردة سؤال فني رمضاني كالعادة. نجمة فوازير رمضان النجمة نيلي قدمت فوازير رمضانية شهيرة جدا، هسمعكم جزء من الأغنية بتاعتها، تقولولي الفوازير اسمها ايه؟ يلا بينا نسمعها، ولو عرفت الإجابة ليه جايزة مقدمة من عمارة الحاج رمضان. بتكتب التعليقات والإجابات فين؟ بتكتبها كتير على البوست بتاعنا على فيسبوك صفحتنا هي الراديو 9090، أو على الهاشتاج بتاعنا على تويتر عمارة الحاج رمضان شقة 14. وعايزين كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا تنضم لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب ده بيضم كل سكان العمارة، يلا ادخلوا معانا وانضموا. اقعدوا بالعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.